انا هشرح لكم ايه السبب ان شركة اسكليبيان اللي بتنتج جهاز الميديو ستار وجهاز ميديو ستار برو اكس ال اللي هم احدث اجهزة ازالة شعر في العالم، شركة الماني، ليه اللوجو بتاعهم Welcome to the future، يعني اهلا بالمستقبل؟ ليه هم بيعتقدوا ان هم مستقبل ازالة الشعر في العالم؟ دول جهازين ميديو ستار وميديو ستار برو اكس ال قريبين قوي من بعض، نقدر نشرح فوائد بعدين. ايه السبب بقى لما يعتقد ان هم افضل من غيرهم؟ ده مقطع في الجلد، ده جدر الشعرايه، دي الشعيرات المغذيه في الشعرايه، وبعدين الدهون والجلد والغدد الدهنيه والغدد العرقيه، مش هم اللي بيهموني دلوقتي. هل لو إزالة الشعر كان عن طريق جهاز سطحي بس بيشيل الشعر اللي على السطح كأنه مكنة حلاقة، لكن ما يأثرش قوي على الجدر، وفي نفس الوقت الجهاز لو موجته سطحية ممكن تبقى فرصة إنه يحرق جلد أعلى، هل ده جهاز مناسب أو نحب نستخدمه؟ طبعا لا، خصوصا في مصر مع البشرة القمحية والبشرة السمراء الحرقات هتبقى كتيرة، لأن طبقة الميلانين أو صبغة الميلانين هتمتص كتير من الأشعة السطحية دي. يعني ايه اللي يعتبر افضل شيء؟ ان الليزر يقدر يوصل لجدر او صيلة الشعراية هنا، يضربها يموتها وتقع الشعراية في خلال 2 3 أسابيع بعد كده. ما يهمنيش ان انا احرق شعر على طول ساعتها، يهمني ان هو ينزل او يقع في خلال 2 3 أسابيع. دي بقى الحتة اللي هما بيدعوا ان هما الفيوتشر of laser hair removal، هو مستقبل إزالة الشعر في العالم. دي بصيلة الشعراية اللي احنا قلناها، زي كل أجهزة أو أجهزة ليزر كتير عندهم الموجة طولها 810، دي موجة تقدر تتخطى الجلد كويس، فرصة حروق قليلة جدا مقارنة بالموجات الأقصر اللي موجودة في أجهزة تانية، وموجهة إلى جذر الشعراية، تعتبر موجة فعالة جدا. معاها في موجة إضافية بتساعد انها تحسن النتيجه، دوره 930 دي بتوصل للشعيرات المغذيه، الشعيرات الدمويه المغذيه لجذر الشعرايه، فده بيدي فعاليه اعلى في ازاله الشعر. ده جهاز الميديو ستار زي ما احنا شايفين، عنده راس الليزر تعتبر اكبر حجم نبضه في اجهزه الليزر، فيها بيلت ان كولينج بتخلي عملية الإزالة مريحة وسهلة، النبضة طويلة بتتخطى الجلد بشكل كويس، تتخطى طبقة المنين في الجلد، فرص الحرقات قليلة جدا، ولو حصلت بتبقى سطحية أوي في أغلب الأحوال، ومشفناش منها مشاكل الحمد لله. فعلى هذا الأساس فعالية أعلى، راحة ووقت أقل للمريضة، شركة سكريبين بتعتبر ان جهازها الميديو ستار والميديو ستار برو اكس ال هما الفيوتشر اوف ليزر هير ريموفل، او مستقبل في ليزر اثاره الشعر. شكرا.